الفشل الجنسي والإدمان على العادة السرية والأفلام الإباحية. يعني حقيقة هذه الحالة تنجبرها عند الكثير من الشباب ديال الإدمان على العادة السرية يعني والأفلام الإباحية، وتيبقاو بعد نوبة الشباب، يعني مثلا كاين اللي 5 سنين، كاين اللي 6 سنين، كاين اللي 7 سنين، حتى تيطرالو شي نوبة وتيفشل، ومن بعد مشكل كبير، سواء تيبغي يتزوج تيكون داك الساعة مدمن على العادة السرية وتيتعطل على الزواج، أو مثلا تيكون مسانس بيديه ومني ينقلب الأمور باش يدير العلاقة مع المرأة، ما راه يكونش مثلا اليد ماشي هي يعني الجسد ديال المرأة. يعني كيفاش مثلا تقدر ان الرجل الشاب مثلا يعني ينكح يداه ماشي بحال المرأة؟ فرق بين السماء والأرض، بين جسد المرأة مثلا والمرأة والشعور والأحاسيس. يعني متى دير بيديك يعني كيف؟ يعني واخا انك تشوف الأفلام الإباحية، ولكن ليس هناك يعني فرق يعني، ولا تختار مثلا بين المرأة وكذا والشعور ديالها والشعر ديالها والجمال ديالها والكلام ديالها وكذا، وبين مثلا انك راه دير بيديك. اذا فرق شاسع بين السماء والارض. داكشي علاش يعني بعد نوبات الكثير من الشباب ملي تيبقاو داك الادمان، وهذه حاله، علاش نعرضوا عليكم هذه الحاله؟ هذه يعني هي حاله ديال واحد الشاب اللي في عمره 25 سنه من جنوب المغرب، يلاه دوز له، وهو طبعا قال لي راه ما عندي لا انتصاب ولا رغبه، قال لي الفشل يعني واخا ندير العاده السريه دابا والو. هو طبعا مدمن، كان مدمن على العاده السريه والافلام الاباحيه، ومني كان تقريبا 19 العام حتى ال 25 سنين، 6 سنين هو تيدير 2-3 نوبات في النهار العاده السريه، 2-3 نوبات، بين 2-3 اوميان 3 نوبات في النهار. وطبعا يعني الاكثريه دابا الناس تيديروا داك الافلام الاباحيه، وكاين حتى عيالات اللي تيديروا افلام اباحيه تيديروا العاده السريه مثلا. كيبزاف ولا قاعده العاده السريه ماشي الرجل، راه كاين الاطنان ديال النساء والبنات اللي تيديروا تاهم العاده السريه وتيشوفوا الافلام الاباحيه. وهنا القضيه ديال الافلام الاباحيه، الافلام الاباحيه تؤثر على الرغبه الجنسيه، ومن بعد النوبات مثلا تقدر في داك الافلام الاباحيه يبان لك مثلا شي مواقف ديال راجل مع راجل، هما تيديروا عندهم الغرض غير يبيعوا يعني الافلام الاباحيه، طبعا يعني ما عندهم غرض. ولذلك يعني هي واحد التجاره من اكبر التجارات المربحه في العالم هي الافلام الاباحيه، يعني اكثر لا من بترول ولا من ذهب ولا من دياما ولا من اي شيء. ولذلك انت تدير العاده السريه وتشوف داك الافلام الاباحيه، تقدر تشوف راجل مع راجل، مرا مع مرا، راجل مع 2 عيالات، 3 ما سميتو، او العلاقه من الدبور مثلا، يعني وتقدر داكشي اللي تتشوف راه تبغي تطبقه مثلا. وملي تتشوف اليوم وغدا واليوم الغدا داكشي، داكشي ما تيبقاش عنده واحد يعني التاثير. ثم داك الافلام الاباحيه بعد نوبه تقدر تبين لك الذكاء عند راجل يعني في 20 و25 سنتيم، وانت ملي تشوف مثلا هكا تقول اوا يعني انا الذكاء ديالي صغير وشو قداش كذا، وراه تزيد تازم. بزاف ديال الرجال مازمين من هاد القضيه هادي. اذا هو دابا 6 سنين هو يدير العاده السريه 3 نوبات في النهار كل يوم، كل يوم قلت له كل يوم، قال لي كل يوم، قلت له هو بزاف كل نهار 3 نوبات، واه بزاف يعني حقيقه. زعما سمي يقول لك حاول على حمارك تحج عليه، يمكن شي يعطينا الرجل. ثم ان دير علاقه بالافلام الاباحيه وبه بيديك، يعني فرق شاسع. طبعا كثير من الشباب ساكن ما تيجبروش كيفاش يتزوجوا او لا سميتو، ويعني ولكن هذه القضيه ماشي هي السبب، لك بزاف الناس يلتجؤوا يعني العاده السريه والافلام الاباحيه نظرا ان تكون الانسان صغير وعنده واحد القوه هائله، اذا هذه القضيه يعني تتاثر عليه. طبعا هو من شاف هكاك ما خلى ما شاف، شاف الراقي، تتعرف الرقات، الرقات كاين اللي قال له انت مثقف، كاين اللي قال له انت فيك السحر، كاين اللي قال له خصك تشرب هاني، كاين اللي مشى مثلا عندك نقولوا الفقهاء وسميتو، كاين مثل بعض الاطباء دار التحاليل، كله عادي. خصوصا انه هو كان مثلا عنده علاقات، يعني كان تيدير علاقات تاع مع العيالات، وكان تينجح في داك العلاقات الجنسيه. شفت انا سولته قلت له النهار فاش فشلتي، واش فشلتي مع يديك ولا مع المراه؟ قال لي لا انا فشلت مع يدي، كنت ندير العاده السريه وما بغاش يقوم تماما، ومن تمايا وانا اللور اللور.
ظلمني كنت تدير العادة السرية مع المرأة، كنت النساء يعني كنت تدير يعني الواقي للبريزرفاتيف ولا الكبوط. قال لي بعد النوبات، المهم قال لكم ما كانش عنده إشكالية، هو كان تيوقع عنده الرغبة والانتصاب حتى مع ذاك المرأة عادي، ولكن يعني من بعد خلك بعد النوبات. إذا شنو تيطرى هنايا؟ هو تيدير 3 نوبات في النهار، وغالب الشك هاد الشيء راه يوقع له. طبعا قال لك إلا شتي الطبل يعني تيدق بزاف عرفو راه يسكت، 3 نوبات أو 4 نوبات كتير، حتى 5 نوبات في النهار وافر ماشي بزاف. يعني أنت يعني راه تقتل داك الذكر ديالك، يعني حيت كلتي استعمل العادة السرية كوسيلة للقلق ماشي كوسيلة للغريزة الجنسية. يعني هو بزاف كاع تكون عندك هاد القوة، جي 5 نوبات في النهار، 6 نوبات، 3 نوبات في النهار كل يوم، واه بزاف، سي ترو ترو سي ترو. إذا هنايا مدة 6 سنين 3 نوبات في النهار، وبعد النوبات كان تيدير علاقات مع النساء، يعني هي شحال هي 4. بعد النوبات كان تيدير 4، انا قلت له هي الكاتريام. الكاتريام تتعرفوا البوليس عندهم يعني داك تتسمى الكاتريام، واحد الكوميساريات معروف الكاتريام، قلت له هذيك انت مشيتي للكاتريام. يعني دان هنايا طبعا غالب الشك، وقالوا داك الفشل هو تيدير العادة السرية. طبعا سولت حتى الانتصاب الصباحي، قال لي ما بقاش الانتصاب الصباحي. قلت له تجوج، خليه دابا كي ندير نتزوج وانا يعني عندي هذا الفشل. طبعا كثير من الرجال تيوقع لهم شي مشكل بحال هكا، يعني تيكون عندهم هذا المشكل ديال الفشل الجنسي. ولذلك يعني هنا ما طبعا انا قلبته عن طريق الواتساب، ذكر ديال النمير 1 والخصيتين يعني تبارك الله كبار 20/10، والذكر 20/10 يعني فوق لا موين. ولكن رغم ذلك ورغم دار التحاليل ورغم دار ياسميتو كل شيء ما عنده والو، رغم داك الشيء الروقات وداك الشيء قال لي استعوذ نصبوا عليا وداو لي الفلوس ديالي. اذا شنو حسوا؟ طبعا يعني هو دابا وقف كاع العاده السريه، ولكن واخا كاع يدير العاده السريه تيفشل. الناحيه العضويه ما عنده حتى مشكل، دار تحاليل تيستوستيرون كذا ما عنده حتى شي مشكل، برولاكتين ما عنده حتى شي مشكل، ليكوغرافي ديال تيستيكولات ما عنده حتى شي اشكاليه. اذا هو دابا غالب الشكل اللي ترى له هو هذا، يعني من بعد ما فشل طبعا كما قلنا الا شتي الطبل تيدق بزاف عرفو راه يسكت. اذا هنايا من بعد 3 نوبات وبعد نوبات الكطريه مع المراه وكذا سميتو، اذا طرو سي طرو. واجي واحد الوقت الذكر يعني خنقتيه قتلتيه حسو يرتاح، اذا هنايا ما بقاش يقوم لان صافي قتلتي يعني الذكر ديالك، ماشي يقولوا قتلتي، المهم هي خصك تميك عليه. اذا ملي تيفشل وهو تيبقى داير داك التحاليل وسير من هنا ودير الفقهاء ودير كذا، والعقل ديالو مشغول ليل ونهار، ما تيبقاش يوقع له داك الانتصاب الصباحي، والرغبه الجنسيه تزيد تنقص، لان ملي تيفشل تيتخلع. يعني هنايا بزاف كثير من الرجال ملي مثلا تينقص لهم يعني هذا المشكل وتتوقع لهم شي مشكل، بحال سكون ابيلا سندروم بوست تروماتيك، بحال الا هزيتي داك الراجل وقع له شي زلزال، يعني بحال الله يستر كتاع فقد كاع يما ولا با ولا شي حاجه، وراي صافي راه يموت الرجل، تيبقى يفكر ليل ونهار. وكاين اللي تيتصاب من حاله اكتئاب، وشحال من واحد اقدم على الانتحار، وشحال من واحد مثلا شتو تيقول لي انا دابا تنفكر في الانتحار. واحد نيت واحد الفيديو درناه قال لي اذا الى ما قامش دابا، قال لي إيه زعما انا فعارك وفعار الله، الى ما قامش راه انتحر. قلت له هذا رطب رطب شويه، ان شاء الله باذن الله الامور راه تمشي مزيان باذن السميع العليم. اذا ملي تتبقى يعني تجريب كذا بجميع الوسائل ومقلق وتتفكر داك الانتصاب ليل ونهار، والرغبه طبعا تدخل في واحد الحاله الاكتئابيه، واخا ما تتمانش ولا بعد نوبه تتمان، وهنا الرغبه الجنسيه تتقل، والى الرغبه قلت الجنسيه انتصاب ما تيكونش. اذا يعني طبعا حنا عطينا شي ادويه يعني باش يقويو له شويه الرغبه الجنسيه، وشي ادويه فقط ديال القلق. وطبعا قلت له انسى الذكر ديالك، ميك عليه، ما تمشوف لا فقيه لا فقد لا اطباء لا حتى شي حاجه، لان الذكر وسميتو ما تيبغيش توسوس. لو بقيتي موسوس وقلب هنا وزيد هنا وزيد هنا وزيد هنا، وكل نهار نتاع الطبيب والتحاليل والو، تعب نفسك وما تبراش. طول ما انك تتفكر فيه وما بغيتيش تطلق منه ما راه ينتصبش هو، حيت الانتصاب ماشي انت اللي حسك تنتصبو، وهو تينتصب لراسو بوحدو. اما الا بقيتي تجري باش هو يوقف ما تيوقفش. إذن هاد القضية يعني مهمة، وبزاف الناس متيفهموش هاد القضية هادي. نتمناو تشاركونا إذن فيسبوك دكتور بنياشو، يوتيوب دكتور بنياشو، انستغرام دكتور بنياشو. موعدنا كل يوم الإثنين الساعة 10 بالليل إن شاء الله، ونقوم بفحوصات عن طريق الواتساب 06 64 00 55 06 64 00 95. وشكرا لكم.